السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، كيف الحال والأحوال؟ نتمنى لكم التوفيق ومسيرة موفقة للجميع إن شاء الله. اليوم غادي نديرو السردين شركات إن شاء الله، بلا ما نديرو اليوم القزبور ولا المعدنوس ولا العطري، غادي نديرو فقط الملح والكمون، فتابعونا إلى آخر الفيديو إن شاء الله. الصحة والسلامة وراحة البال. ما تنساوناش بالدعم ديالكم ولا لايكات ديالكم ليصلكم كل جديد في هذا القناة، قناة عزيز زندك، قناة متنوعة إن شاء الله. المهم بعد ما نقينا السرديل ديالنا، حيدنا ليه الراس والسنسول وحيدنا ليه الشكامه اللي فيه، ان شاء الله غادي نقيوه ونغسلوه باش نحطوه في الشبكه ترقد شويه يفيد فيه داك الماء ان شاء الله. فمرحبا بكم جميعا. المهم هذا السرديل ديال السرديل الصغير مزيان، السرديل ديال الاكادير هذا، المهم السردين ما فيه الشوك بزاف واصلا هو ما فيهش داك المذاق ديال الملوحيه بزاف، تنديروا له شويه الملح. المهم بعد ما نقينا السردينات ديالنا ان شاء الله غادي نخليهم يتقطروا من داك الماء في الشبكه، ومن بعد غادي ندير لهم شويه ديال العطريه، ندير لهم شويه ديال الملح وشويه ديال الكمون، شويه من الطروش الكمون الملح المهم شويه، ما درناش الكزبور ما درناش ليه الحامض وما درناش ليه ديك العطريه ديالنا، درنا ليه حتى هاد. المهم نديرو شويه ديال الكمون شويه ديال الملح شويه ديال العطريه، نرمدوهم في تحت الدقيق، ديرنا شويه الدقيق هكا باش ما يلصقوش مع الزيت. باش دابا نديهم ديريكت المقلة نقليهم في الزيت مشحرة. بعد ما قررت الدنا غادي نقلبو شويه باش يشد طيب، درنا غير درنا شويه الزيت، الزيت راه غالية وما كاينش غير 10 دراهم. المهم هو الحوت ديالنا طيبناهم هاد الشكل، درنا وين الملح والكمون. المهم الغدوة ديالنا نطيبوها نرسمو بإذن الله بكل حاجة. المهم حتى المشيشات ديالنا راه منسيناهم، جبنا ليهم الغدوة ديالهم، جبنا ليهم حقهم ديال الحوت، جبنا ليهم رجل الحوت. المهم من بعد ما قلينا الحوت ديالنا وعطينا المشيشات تاكلو، غادي نديرو شلاضة، نديرو لها صلاد مطيشة ونبصلة شوية ديال الحمض. مرحبا بكم جميعا ان شاء الله.
المهم قطعنا البصله ديالنا وماطيشه والحمد لله المهم نقيناها مزيان. غادي نقطعهم طرف طرف شويه وندير لهم زيت العود وشويه ديال الابزار والملح. فمرحبا بكم جميعا ان شاء الله الى اخر الفيديو، تحياتي لكم. المهم بعد ما قطعنا البصله ديالنا وماطيشه نديرها زيت العود، ندير واحد شويه زيت العود في الدم، نزيد واحد شويه ديال الزيت، ومن بعد نديرو شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح ونخلطوهم مزيان ان شاء الله بالصحه والسلامه وبالصحه والراحه. وما تنساوناش بلي لايكات ديالكم والدعم ديالكم. ونديرو شويه ديال الحامض، المهم مرحبا بكم ان شاء الله. هو الغدا ديالنا اللي دايرنا انا بوحدي، انا عبد اللطيف ان شاء الله بصراحه. المهم غادي نتغداو ان شاء الله، نمشيو نعمر واحد البراد ديالتي. فمرحبا بكم الى اخر الفيديو ان شاء الله، تحياتي لكم. المهم بعد ما تغدينا ان شاء الله غادي نجيو نطيبو واحد البردتي، نديرو ليه النعناع والسلميه. المهم هاد العشوب هادو نطيبو بهم واحد البرد ان شاء الله. مرحبا بكم جميعا، نجيبو البرد وفيها تاي. بسم الله، المهم غادي نحطو البراد ديالنا يتشحر ونغسلو النعناع ديالنا وهاد السلمية، ونحطو البراد يتشحر مزيان ونتسناو حتى يتشحر مزيان باش نديرو ليه داك النعناع وديك السلمية ان شاء الله. وما تنساو ما تطيبوش، ما عمركم طيبو دوك العشوب مثلا في اتاي كل يوم وطيبو معاهم، بحال الزعتر بحال السلمية بحال دوك اليازير، راه كيطيب اتاي عاد حطو فيه باش يطلق فيه داك النسمة ديال دوك العشوب ان شاء الله. المهم غادي نشحرو البرد مزيان. مرحبا بكم جميعا ان شاء الله، الصحة والسلامة.